Je viens d'être reçu en audience par son excellence. حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعربت له عن سعادتي بالقيام هنا بمهمتي لأكثر من 4 سنوات. هذه هي حياة الدبلوماسيين، نغادر بعد فترات معينة. C'est la vie des diplomates, c'est comme ça, partir après quelques temps. تحدثنا عن النتائج الممتازة لزيارة ناجحة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال، وتطرقنا أيضا إلى الإرادة الكبيرة لتعميق وتطوير علاقاتنا الاقتصادية لتكون في مستوى علاقاتنا السياسية الممتازة. نقلت أيضا إلى السيد الرئيس مدى سعادتي بالعمل في الجزائر بالنظر إلى الطيبة والترحاب الكبير التي وجدتها من طرف الشعب الجزائري، وكذلك لجمال هذا الوطن. ورغم سنتي جائحة كورونا فقد تمكنت من زيارة العديد من مناطق البلاد، وأوجه الدعوة للجميع في البرتغال ولأصدقائي لزيارة الجزائر، فالبلد فعلا يستحق الزيارة. شكرا. Merci.